نصيحتنا اليوم للعروس اللي حابة تكون مميزة أكيد بعرسها بس بطريقة كتير سهلة، منا حابة تفوت بالكلاسيك، وأكيد نحن بنكون لسقنا بفستانة وبطرحتها اللي أكيد ما بدها تعمل شيء كتير كلاسيك، يعني أكيد الفستان بيكون كتير سهلة. ساعتها نحن ما منتجه للشينيون، منتجه للدومي شينيون وبنعمل شيء على فلت، وهالفلت أكيد بيتنوع بكتير إشياء، فينا نعمله على ويفي، فينا نعمله على كيرلي، فينا نعمله على ليس، فينا نعمل شعر يكون فيه كتير ضخامة بس بنفس الوقت فلت وسيمبل. معك وسام سارجي وطريني بنصيحة جديدة. شاشة بلاس.